مرحبا طلاب، ورجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة وبلسن جديد. اليوم طلاب عندنا يونت 3 الوحدة الثالثة لسن 1 الدرس الأول. هذا الدرس ايش راح نتناول به؟ موضوع جدا سهل وبسيط، جدا سهل وبسيط. هذا هو معنى الجوبس الوظائف، يعني كل شخص معين شنو وظيفته، مثل المعلم شنو وظيفته، المهندس شنو وظيفته، عارض الأزياء شنو وظيفته. ذن الوظائف راح ناخذها اللي هنا الجوبس. بالامتحان شلون تجين انا؟ تجين على صيغه definitions تعاريف. انا لازم احفظ هنا القاعده. وياي؟ انتبه وياي، موضوع جدا سهل. عندي انا ثلاث قاعدات امشي عليهن، غيرهن ما امشي، غيرهن ما امشي، على ذن الثلاثه. شنو القاعده؟ تقول لي اي ان او اي حسب الكلمه، تعرفون انتم الكلمه اذا بدت بحرف صحيح لازم اخلي قبلها اي، واذا الكلمه بدت بحرف عله لازم اخلي قبلها اي ان. واضح؟ فهسه القاعدة الأولى أي أن أو أي وراها is someone أو a person، أي وحدة اختارها صح؟ is someone أو a person، حلو. زائد who ثابتة، زائد is ثابتة، زائد responsible for ثابتة، زائد الفعل شبي I N G، زائد العمل. واضح؟ هسه خلنا ناخذ القاعدات واوضح لكم شلون. هسه القاعده الاولى كملناها، قلنا اي او اي ان is someone او a person زائد هو زائد is زائد responsible for وياها الفعل لازم شو يكون؟ اي ان جي. حلو. شوف القاعده الثانيه، اي او اي ان زين زائد is someone زائد هو زائد فعل ايش بيه؟ مو اي ان جي، لا، فعل يكون بزمن المضارع البسيط. يعني شلون؟ اذا كان الفاعل مفرد اخلي له اس الشخص الثالث، واذا كان جمع ما اخلي له اس، يعني الفعل يكون بدون اي اس. زائد العمل الوظيفه مالته شنو ايش قاعد يسوي. القاعده الثالثه، بس خلينا نكمل القاعدات وراويكم شلون الحل يصير. اي او اي ان زائد is a person نفس القاعده فوق، بس مكان الاس سمون خليت a person. نفس القاعده، هو الفعل اس الشخص الثالث والعمل. زين، انا بالامتحان شلون تجيني؟ شلون احل؟ بالامتحان تجيك شلون هسه، هذا عندك بالاكتيفيتي بوك كتاب النشاط صفحه 50. ذن عندنا هسه كنموذج ماخذين ديفاين ا تيشر، عرف المعلم او المدرس. شو تسوي انت هنا؟ هو شو ينطيك؟ ينطيك مطلب. المطلب شنو؟ يعطيك الفعل والتكمله مالته. شوف انطاني تيتش كيب رانينج افعال وراها التكملة، يعني شو يسوي هذا صاحب الوظيفة؟ أنا يمتى استخدم هاي القاعدة ويذني، ويمتى استخدم هاي القاعدة ويذني، ويمتى هاي ويذني، حسب الفعل. إذا كان الفعل اللي منطيني إياه اللي بين قوسين منطيني إياه بي آي إن جي، إذا بي آي إن جي لقيت بي آي إن جي الفعل منطيني إياه، أستخدم القاعدة الأولى. يعني إيش عندي أنا هنا بالمطلب؟ فعل بي آي إن جي. فإذا الكلمات أو الجملة اللي ينطيني إياها اللي بين قوسين أول كلمة اللي هي الفعل، إذا لقيت بها آي إن جي مباشرة أطبق القاعدة الأولى. خلينا أطبق هسه هنا. ديفاين أ فاشن مانجر، يعني هذا مدير الموضة والأزياء وكذا وهيج، اللي ممكن تلقونه موجود يعني بالفنادق. زين، يقول لك عرف لي ديفاين أ فاشن مانجر، أعرفه شو أسوي أنا؟ أول شيء الكلمة هاي ديفاين أحذفها. ايش بقى عندي؟ فاشن مانجر. زين، اجي اشوف قبل ارتكل لقيت اي، انزله مثل ما هو. انا مو عندي القاعده قل لي اي ان او اي، حلو، انا هاي الوظيفه وقبلها ارتكل، خلاص بعد ما احتاج انا اضيف اي ثاني اقول اي 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 ان اي، لا انزه نفسها الارتكل اكتب له. زين، فاشن مانجر انزه نفسها. شوف انتبه وياي، نزلتها نفسها، صح ولا لا؟ نمسح هاي. نزلتها. أول شيء خليت الأرتيكل وراها هذا الوظيفة، زين، هسه امشي حسب القاعدة، is someone أكتبها، أو is a person أي وحدة أختارها صح. خلنا نكتب مثل is someone. كتبتها. It's someone. شبي هو از ريسبونسبل فور، اكتب هو از ريسبون
سبل فور ورا الفعل بي اي ان جي وبعد والعمل. وين الفعل بي اي ان جي والعمل هذه؟ فعل بي اي ان جي اجيب اكتبه هنا رننج، وذا هوتل مكان عمل اجي اكتبه هنا فقط لا اكثر. اعيدها، امشي حسب القاعده، ما دام شفت الفعل المطيني اياه بين قوسين اول كلمه بي اي ان جي امشي على القاعده الاولى، اجي اي ان او اي، اذا لقيتها هي مكتوبه قبل العمل تمام، ما يحتاج بعد اعيدها واكتبها، لا قبل اكتب الاي مثل ما موجود اخليها كابيتال من بدايه الجمله، وفاشن مانجر صاحب الوظيفه او هي الوظيفه مالته اكتبها، انه وامشي على القاعده از سم ون او از ا بيرسون، اي وحده اكتبها صح. هو از ريسبونسبل فور، هو از ريسبونسبل فور، ورا الفعل بي اي ان جي اللي على ضوء انا اختارت القاعده الاولى انزله، والذا هوتو انزلها بس. واضح؟ بس ذني. زين، لو الفعل اللي جاني هنا بين قوسين ما بي اي ان جي، ما بي اي ان جي، شلون احل هنا؟ شلون هسه كيف؟ تيتش، ذني ما بي اي ان جي، احل على اي قاعده من ذني صح، اي وحده اختارها صح. مثلا ديفاين تيتشر، عرف المعلم، شو اسوي انا؟ اول شيء كلمه ديفاين ايش فيها؟ احذفها، ايش بقى عندي؟ اتيتش الوظيفه، انزلها مثل ما هي. تيتشر، نزلتها نفسها. الاي هي مكتوبه ما يحتاج بعد اعيدها، والصاحب المهنه او هي المهنه انزلها نفسها. زين، اجي از سم ون او از ا بيرسون، اي وحده صح؟ اي وحده، مثلا اكتب از سم ون، كتبتها. ورا حسب القاعده هو انزلها. الفعل ايش بيه؟ لازم اس الشخص الثالث اذا كان الفاعل مفرد. انا الفاعل يقول ا تيتشر مفرد معلم، ما قال تيتشر جمع، لا تيتشر مفرد. فالفعل هنا اللي هو وينه؟ هذه ياه المطينيات تيتش انزله، شو اضيف له؟ اس الشخص الثالث. هسه واحد يقول تضيفت اي اس، اي مو انت عندك هنا ماخذينها قاعده الافعال اللي تنتهي بالاكس اس اتش سي اتش، اذا من اضيف اس الشخص الثالث وما اضيف بس اس، لا اي اس اضيف. هسه ليش انا خليت اس الشخص الثالث؟ يعني الفاعل عندي مفرد حسب القاعده، وراها العمل وين ستودنتس. هاي شفت شلون؟ سهله وبسيطه. اجي شو اسوي؟ احذف الاداه ديفاين، اجي الوظيفه انزلها نفسها، امشي حسب القاعده از سم ون اكتب از سم ون، او ا بيرسون مثل اكتب هنا is a person هم تعتبر صح. انا قلت لك انت بكيفك is a person is someone، هناك كاتبه كان قاعدتين is someone is a person نفس الشيء. ورا هو هو كتبتها، الفعل الشخص الثالث بي اذا كان فاعل مفرد. زين، ورا تكمله الجمله او العمل اللي هم اللي وين يدرس هو الطلاب؟ اكيد مدرسه، فيدرس الطلاب يعني هنا. زين، ناخذ بعد مثال اخير. Define a hotel manager، عرف مدير الفندق. شو اسوي انا؟ اول شيء الاداه احذفها. زين، a hotel manager انزلها نفسها، ارتكل اسويها اللي هي الارتكل اي اسويها بالكابيتال بدايه جمله، hotel manager نزلتها نفسها. شو اسوي وراها؟ اشوف فيها قاعده اطبق عليها، الفعل هنا ايش بي؟ بي اي ان جي؟ لا، اذا القاعده الاولى احذفها من بالي، يبقى عندي ذن الثنين، اي وحده اختارها صح. مثلا خلينا نختار الثانيه. اجانا الاي والاي ان هي مكتوبه والوظيفه لازم اكتبها مباشره بعد الارتكل، اجي از ا بيرسون از ا بيرسون او از سم ون بكيفك، هو اكتبها هو. الفعل بي اس الشخص الثالث، وين الفعل؟ هذا كيب، اكتبها اول شيء نفسها كيب. ها طلاب كتبت كيب. زين، احنا جاي نحكي a hotel manager يعني مدير الفندق شخص واحد، فلازم اخلي لها اسس الشخص الثالث. The hotel manager انزلها نفسها. The hotel running العفو انزلها نفسها. واضح؟ زين، هسه ممكن واحد يسال يقول لي هنا هذا فعل ب اي ان جي، ليش ما استخدم القاعدة الأولى؟ قلت لك أنا خليها ببالك الكلمة الأولى اللي بعد القوس. هنا ما بيها اي ان جي، هنا ما بيها اي ان جي، اختار يو هاي القاعدة يو هاي، كيف أي وحدة صح. هنا لقيت فعل بي اي ان جي مباشرة بعد القوس اختار القاعدة الأولى فقط لا أكثر.
هذن النقاط موجودات وين بالاكتيفيتي صفحه 50. هسه خلينا نروح لمن ناخذ كم مثال وزاري، مثال وزاري ونذكر السنه مالته ونحلهن. بعدها نروح لمن اكو تمرين عندنا بالاكتيفيتي الوظائف وش يقومون، يعني ذولا اللي مثلا معلم شو يسوي، الدكتور شو يسوي، يعني الوظيفه والعمل مالها، الوظيفه والعمل مالها. انتبهوا شوف لها هسه هاي الجمل ديفاين ان اركيتك اللي هو المهندس المعماري. حلو، شوف يوز استخدم، يقول لك ديزاين بيلدينجز يصمم المباني. هم شوف هنا الفعل بي اي ان جي، لا اذا شنو ما استخدم هاي القاعده الاولى، استخدم لو هاي لو هاي كيف اي وحده صح. بعد هاي الجمله اجتني امتى؟ 2014 دور الثالث، و2020 التمهيدي، و2021 التمهيدي. نقطه مهمه، اول شيء شو اسوي انا؟ احذف الديفاين، حذفتها، ايش بقى عندي؟ الوظيفه انا زهنا نفسها، بس اول حرف يكون كابيتال ان. شو اسوي؟ العفو اكتب اركيتكت، نزلتها. حلو، اجي از سم ون او از ا بيرسون، اي وحده صح، راح اختار انا الثانيه از سم ون حسب القاعده هو نزلتها. الفعل وين؟ ديزاين، هذه شوف ديزاين ونزلته زين. اخليه للشخص الثالث لو لا؟ اخليه له ليش؟ الفاعل عندي مفرد، هذه ان اركيتك، وانتم خلوها ببالكم هو الاسم اذا سبق باي او اي ان مباشره اعتبره مفرد، لان وينك هو مثل جمع اخلي قبل اي او اي ان؟ مستحيل. مثل كلمه بول كره اقول ابول، زين اذا كلمه بولز كرات يصير اقول ابولز؟ خطا، ما يصير. هو الاسم اذا سبق ارتكل اي او اي ان تلقين هو مفرد، فلذلك الفعل هنا اخذ اسم الشخص الثالث، وراها العمل او اللي يقوم به اللي هو بيلدينجز. اكتب هنا في هاي المكتوبه هنا، شلون سهل؟ زين، تعال هسه هنا النقطه الثانيه، ديفاين ا كارتونست، هذا اللي يصور الافلام الكرتونيه. استخدم يوز، انت مو تنزل كلمه يوز، لا هو يقول لك استخدم دروز، يرسم اميوزنج بيكتشرز، صور متحركه يرسم. هذا هاي الجمله جتني 2017 دور الاول و2020 دور الثاني. اجي اول شيء انا من اشوف كلمه ديفاين قبل تجي ببالي بين القاعدات الثلاثه، احذف الاداه ديفاين، اجي الكارتون سنه زهنه في السيل ارتكل و اللي الوظيفه نزلتها. زين هنا الفعل دروز بي اي ان جي، لا اذا اختار لو هاي لو هاي، هنختار هسه الثانيه. ا كارتونست از حسب القاعده بيرسون، از ا بيرسون هو انا زي نفسها. الفعل وين دروز؟ شوف هنا ما تلاحظون هو ضايف لاس الشخص الثالث، هو من قاعد يعني ضايف لك اس الشخص الثالث، انت شو تسوي؟ زينها مثل ما هي. مرات هو يسهل لك اياها، ينطيك الفعل هو بيأس الشخص الثالث، انت بس تنزله، ومرات لا هو ما ينطيك الاس انت تضيفها. شلون هسه هاي؟ ما ضايف لنا اس احنا ضفناها، لا هنا هو ضايف لها اس الشخص الثالث، انا زه نفسها، لان هو عندي الفاعل مفرد ا كارتونست هو دروز، ورا الفعل التكمله شنو هو؟ اميوزنج بيكتشر، هاي انا زه نفسها، اكتب هنا اميوزنج pictures، هاي نزلت نفسها. ناخذ مثال ثالث، شوف الاخيره define flight attendant، يعني ذول الطائره تمام المضيفين ايش بيهم؟ use استخدم looks after passengers on a plane، يعتنون ويهتمون بمن؟ بالركاب اللي هم موجودين وين؟ بالطياره. هاي النقطه جتني 2018 دور ثاني و2020 دور ثالث. اجي انا اول شيء الاداة ديفاين احذفها، ايش بقى عندي؟ افلايت اتندنت انا زهنا نفسها، ولكن اول حرف شو يكون؟ كابيتال. فلايت اتندنت انا زهنا نفسها نزلتها.
اجي انا. الفعل هنا ايش بي؟ بي اي ان جي؟ لا ما بي اي ان جي. اذا اختار القاعده الاولى او الثانيه؟ خلينا نختار هسه الاولى. Is someone who حسب القاعده امشي انا هو الفعل ايش بي لازم هسه الشخص الثالث ليش؟ يعني هو هنا فلايت اتندنت مفرد وسبق بارتكل فمفرد. هنا لوك هو ضايف لها اس من قاحه لوكس بس انا زهنا بس لوكس وراها تكمله الجمله اللي هي شنو هي؟ افتر باسنجرز اون ا بلان نفسها نزل. شفت شلون الموضوع سهل؟ انت من تشوف كلمه ديفاين شو تسوي؟ ديفاين تحذفها. حذفت الديفاين اجي الكلمه اللي بعدها اللي هي الوظيفه هي والارتكل مالتها انزلها. مره تكون الوظيفه مسبوقه باي ان، مره مسبوقه باي، ما لي علاقه انا، انزلها هي والارتكل، ولكن الارتكل بالبدايه تكون كابيتال. وراها امشي على القاعده اقول is someone is a person بكيف كيف اشوف الفعل مطيني اياه بي اي ان جي اطبق القاعده الاولى، ما بي اي ان جي اطبق القاعده الثانيه والثالثه اي وحده صح. واضح؟ موضوع جدا سهل وبسيط. هسه طلاب خلينا نروح حلما للاكتيفيتي، عندنا تمرين كلش مهم، هذا احفظه على قلبك، احفظه على قلبك. خلينا ناخذه هسه واقول لكم شلون راح تحفظونه. على صفحه 49 طلاب عندنا هنا بالاكتيفيتي طبعا جوبس الوظائف والديوتيز اللي هي الواجبات المتعلقه او التي تقع على كاهل هاي الوظائف. عندنا اول وظيفه اللي هي سكرتري، سكرتري السكرتير يعني او السكرتيره اللي موجوده باي مكتب، شنو وظيفتها؟ داز جنرال اوفيس ورك، تقوم باعمال مكتبيه. اركيتكت مساء اخذناه، شنو وظيفته؟ ديزاينز، العفو هنا خلي له اس الشخص الثالث. ديزاينز بيلدينجز، تصميم المباني. ثلاثه الكاميرا مان، شنو وظيفته؟ اوبريت ذا كاميرا فور فيلمز، والتكمله مالتها، يعني هاي بالافلام، بالمسلسلات، باللقاءات، هذا الشخص اللي هو اللي يعد الكاميرا، ينصبها، يرتبها، هو هاي معنى الكاميرا مان. انجينير المهندس، شنو وظيفته؟ ديزاينز اند بيلد ماشينز، والتكمله، وظيفته انه يصمم ويبني مكائن وبنايات الى اخره. فلايت اتندنت مساء اخذناها اللي هي لوكس افتر باسنجرز اون ا بلان، يعتني ويهتم بالركاب اللي هم موجودين وين؟ عطار. جورناليست الصحفي شنو وظيفته؟ رايتس سوري هنا الشخص الثالث رايتس ارتكلز فور نيوز بيبر والى اخره، يكتب مقالات لمن؟ للجرائد والى اخره. لوير اللي هو المحامي gives advice يعطي نصائح لمن؟ to people للناس حول about the law حول القانون. مثل الشخص عنده مشكله راح يقول له يا بعدنا بالقانون هيك يقول هيك وهيك يعني يسولف لهم بالامور تخص القانون. لايف جارد شنو وظيفته هذا؟ is responsible for the safety of swimmers مسؤول عليمن على حمايه السباحين. يعني مثلا بالمسابح هاي عندنا حاليا اكو واحد اثنين ثلاثه تقريبا ذولي يحرسون المسبح لذول اللي ما يعرفون يسبحون فذول على مود خاف واحد يغرق هذا قبل ينقذه. عندنا البايلوت وظيفته فلايز ابلان اللي هو الطيار شنو وظيفته؟ اكيد طيب الطياره. عندنا بلامبر اللي هو احنا نسميه بالمجاري شنو وظيفته هذا؟ فيكسز اند انستولز بايبس فور ووتر يصلح وينصب المجاري او البواري المن للمياه. سيرجن الجراح بالمستشفى اوبريتس اون بيبل ان هوسبيتال يسوي عمليات الناس بالمستشفى. اخيرا التاور جايد شنو وظيفته؟ شوز تورستيز اراوند هذا اللي يجي السائح مثل الدوله فهذا كل شيء ما يندل فيجي هذا وياه مرشد سياحي فالتاور جايد مرشد سياحي يراوي شنو هو السواح اللي الاماكن يريدون يزورونها. هذين الطلاب انت مو هاي الجوبس الوظيفه وهذا الديوتيز الواجب مالها انت حفظه على قلبك. شلون؟ لان سنه من السنوات سنه واحده شفت انا احد الاسئله قال لي مثلا ديفاين الانجينير عرف المهندس وما مطيني بين قوسين ديزاينز اند بيلز ماشينز ما مطيني بس قال لي ديفاين الانجينير. انا شلون اعرفه؟ اقول ان انجينير شنو is someone who شنو هو ورا الهو غير لازم فعل
وين الفعل مين يجيبه وهو ما منطيني. هاي سلم سنوات اجت قال لي define an engineer بدون ما ينطيني بين قوسين يا بقى الفعل والتكمله كل شيء ما ينطيني في شيء حل. شلون احل انا؟ لازم حافظ الديوتيز الوظائف فذن لازم ينحفظن. واضح؟ وحاليا طلاب وصلنا وياكم الى نهايه هذا اللسن، نلتقي غدا ان شاء الله في لسن جديد يخص الاف الشرطيه. مع السلامه.